السلام عليكم، كيف الحال؟ اليوم حابة أعمل لكم نلف ورق السلق. بتعرفوا ورق السلق هذا هو زي السبانخ بس من قيمة العروق الطويلة اللي بتكون هنا، وبعدين بدنا نسقطه في المي يعني سلقة بسيطة مو سلق. وبعدين نحتاج بدنا راس تومة، بدنا تومة حب، بدنا بندورة هيك نحط شرحات بالقاع، وبدنا طبعا لحمة ورز وملح وفلفل وبهارات يعني اللي بدك اياها، اوكي، وطبعا زيت او سمنه. اوكي بحكي لك شو بس هلا. هي عملنا الحشوه، هي عباره عن الرز واللحمه وملح وفلفل وبهار وهيل. هلا شوفي كيف تمسكي الورقات، سلقناهم شايفه كيف، خليهم شويه يعني يدبلوا مزبوط مزبوط، بعدين بتلفيهم زي ما انت شايفه. شايفه كيف سهل، حتى الدوالي اصعب منه، يعني كتير كتير سهل. اي لفة تطلعي يعني شوفي كيف، شايفة هاي بتمسكي الورقة، شايفة حتى شوية حشوة، شايفة شم احلى. سهل جدا جدا. يلا هلا بدنا نصفتهم بس نخلص في لفهم، نحط بندورة بقاع الطنجرة زي ما بنعمل بالدوالي. يعني رح نحط هاي التومة الحب بدون تقشير، بس لازم نغسلها مظبوط مظبوط زي ما انتو شايفين، وبعدين منسقط السنون الحب بقلب مع السلق او مع اللخنة او مع كتير بتبقى زاكية. شايفة كتير هيك بدنا نحطها هيك حب. لحظة، هي حطيت هلا انا اشي مقشر واشي بدون تقشير. اوكي هلا هي خلصنا السلق، نرش عليه هيك يعني رشة ملح هيك هيك معلقة صغيرة، وبعدين بنعمل صوص البندورة. شايفة صوص بندورة بتضيفيه عليها. هلا برد نزيد عليه شوية مي وبنخليه على النار. شايفة لما نغمره بالمي هياته وبنخليه على النار. ممكن تحطي صحن عليه تقل انتقله، نزيد عليه شوية مي، المية لا كمان شوية مي بده، بنحط عليه مية سخنة ونخليه ليستوي. شايفة كيف غمرناه بالمي، هلا بنحط عليه شوية زيت زيتون وبنغطيه ونخليه ليستوي، بده شي نص ساعة على الأقل، يعني ممكن نص ساعة أو أكثر. هياتها استوت، هلا بدنا نقلبها السلق. بيي بجنن بشهي، شوفوا شوفوا هالمنظر، شوفوا هالمنظر يا عالم بشهي. يا ريتكم معي كلكم والله، عن جد عن جد. صحة وعافية عليكم وعلينا يا رب. نسيت أقول لك حطينا ليمون.